للصحة العامة ولعلاج العقم وتعزيز فرص الإنجاب عند الرجل. حبوب اللقاح، رح نستعمل حبوب اللقاح مع عسل النحل. يعمل على تقوية الجهاز العصبي بشكل عام على الجسم كاملا، ويخفف الضغط العصبي الذي يتعرض له الرجال بشكل دوري، يعطيهم شعورا بالراحة والاسترخاء وصفاء البال، ويحضر الجسد للعلاقة. يعالج الأرق وقلة النوم، يفيد الجهاز المناعي والدوري، ويضبط الهرمونات داخل الجسم. فحبوب اللقاح مع العسل الطبيعي تعالج تضخم البروستاتا عند الرجل، فهو يعطي طاقة حيوية ويساعد في حل مشاكل الضعف الجسدي أو الجنسي عند الرجال، كما يزيد في عدد الحيوانات الذكورية بشكل عام. حبوب اللقاح تحمي الرجال من الإصابة بالصلع، وتعمل على تأخير ضلوع الصلع الوراثي، وتعتبر من الأغذية المليئة بالعناصر الفعالة والفيتامينات، وتحتوي على 18 نوعا من الفيتامينات، ومنها فيتامين ب المركب وفيتامين د وهاء وجيم، كما تحتوي على 25 معدنا أهمهم الحديد، المغنيسيوم والكلور وغيره، والزنك والكالسيوم أيضا. نتناوله على الصباح الباكر على الريق، نخلط 20 جراما من حبوب اللقاح مع العسل الطبيعي، ويأكل منه الرجل أو حتى النساء لتنشيط المبايض لنعزز فرص الإنجاب وللصحة العامة أيضا.